السفينة 56 طن وأسلحتها 2×20 ميمي مدري. وهاي السفينة عملوها بعام 1974 20 تموز. خلينا نفرجيكم إياها عن كل الجهات. وهذا الرشاش يا جماعة، وفي لسه صواريخ كاتبين فيها صواريخ بس ما بعرف من وين. وهاي كمان رشاش بالسفينة، في رشاشين، واحد من ورا وواحد من قدام. وهاي قربنا على السيارة نفسها من السفينة، وهاي كمان السيارة فيها صواريخ كبيرة بس طبعا فاضية. وهون في مرسايات للسفينة أكيد، خلينا نفرجيكم إياهم. هذول والله كيف كان سهل كثير.